اللي ما عندوش نسخة من هذا الكتاب ياخد من حافظ ويديله تمن، هو ب5 جنيه وحافظ مصمم يبيعه ب20 جنيه، لكن هيقبل لو اديته 5 جنيه هياخدها من خمسة. يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب تأويل السلف لصفات الله تعالى بتأليف الأستاذ الدكتور محمد ربيع الجهري حفظه الله ومتعنا الله به في الدارين وجزاه الله عنا خير، أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين وعاملها السابق جامعة الأزهر الشريف حفظه الله. قرأنا المقدمة في الجمعة الماضية ونقرأ المدخل. المدخل دي مقدمة أخرى للفهم بقى، دي مقدمة كده يدرسها أي طالب أزهري في الأول عشان ما يخش، لأن أنت إذا أردت أن تؤول آيات القرآن لازم يجب عليك أن تراعي 5 شروط قالهم سيدنا الدكتور علي بن التأويل، لابد أن تراعي فيه 5 شروط. الشرط الأول من هذه الشروط أن يكون موافقا للغة، أن يكون موافقا للغة، فلا تؤول تأويل مخالف للغة، فلا بد أن تعرف اللغة العربية. يبقى عشان تأول لازم تكون خبير باللغة العربية، يبقى أول شرط أن يكون موافقا للغة. الشرط الثاني أن يكون مطابقا للمصادر، يعني ما تجيش تأول تأويل ينقضه حديث عن النبي أو آية أخرى فلا يناقض المصادر المعتمدة من قرآن وسنة. يبقى أول حاجة موافقا للغة، ثاني حاجة لا يناقض المصادر، والمصادر هي القرآن والسنة، واضح؟ ثالث حاجة أن يكون موافقا للإجماع، فلا تؤول تأويل يخالف ما أجمعت عليه الأمة. ثالث حاجة موافقا للإجماع. رابع حاجة محققا للمقاصد الشرعية، فلا يكر على الشرع بالبطلان. خامس حاجة، الكلام ده مهم جدا، عشان تجمعوا ال5 تجميعات دي تحتاج تقرأ كتب كتيرة قوي، لكن الدكتور علي جمعة جزاه الله عنا خير يسرهن، أرى 100 الكتب عشان يقول لك ال5 دول. خامس شرط أن يكون مراعيا للمصالح، يبقى غير مناقض للمقاصد ومراعيا للمصالح مطابقا للإجماع لا يتعارض مع المصادر وموافقا للغة. فهمت بقى؟ دي شروط التأويل. هنراعي الخمسة دي نخش في التأويل بقى، هنلاقي أن السلف الصالح أول الآية. أديك مثال، لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنه ببطن مكة، كف أيديهم يعني هو شلهم، هو معناه الحقيقي الشلل مش كده برضو؟ فلا بد أن أنا أولها بمعنى يطابق الواقع. كف أيديهم يعني أوقف قوتهم، خذلهم، أضعفهم، منعهم من القتال. يبقى هنا كف أيديهم يعني إيه؟ يعني قوتهم، قدرتهم، قرارهم أن يقاتلوا، فأطلق اليد وقصد بها القوة. واضح؟ لازم أولها، وإلا لو ما أولتهاش وخدتها على ظاهرة معناه شلهم. أجي أقرأ في السيرة هم تشلوا يقولك ما تشلوش، يبقى القرآن غلط. شفت إزاي؟ لا، ده ربنا ما شلهمش، ده كانوا بيحركوا إيديهم عادي، لكن كف أيديهم يبقى ما يقصدش الكف في اليد بمعنى شلل اليد، ده قصد باليد القوة. فهمت بقى المسألة؟ أدي مثال أهو. فإذا كنا بنأول في صفات المخلوقات وهم البشر، فما نأولش بقى في صفات الرحمن وهو غير مدركة. شفت بقى جهل من جهل وقال نحمل كل لفظ على الحقيقة. ولو حملنا كل لفظ على الحقيقة هنقول ربنا بينسى.
نسوا الله فنسيهم، يبقى نقول ربنا ينسى. يمكرون يمكر الله، نقول ربنا مكار. ويبقى جهل بقى، ما هو شويه جهل هيخشوا في القران، لا يراعي اللغه ولا يراعي السياق ولا السباق، ويناقض مقاصد الشريعه ويخالف الاجماع. يخش يوصف لك ربك بصفات احنا ما نعرفهاش، يقول لك على فكره ربنا اللي بتعبدوه ده مكار. ازاي يا ابني؟ مش بيقولوا ربنا يمكر ويمكر الله، والله خير المكرين. لكن احنا ما ناخدهاش بالسياق، بايه؟ باللفظ الواحد المكار كده، كلمه واحده. احنا بناخدها في السياق كله. يعني الله سبحانه وتعالى يمكر بهم، يعني يعطيهم على خلاف مقصدهم لشر كمن في نفوسهم. يبقى ده المعنى، واخد بالك؟ من حفر حفرة الأخي وقع فيها، هذا هو المكر المقصود، وليست هي صفة ذاتية فيه، بل هو يقابل الشر بمثله فيكف الشر بالشر حتى ينتج الخير. فهمت بقى المسألة؟ فهمناها منين؟ بمطابقة الإجماع وهكذا. فهمت بقى؟ ضروري إنك أنت تراعي الخمسة دول. أن يكون محققا للمقاصد الشرعية. أن يكون محققا للمقاصد الشرعية بحيث لا يكر على الشرع بالبطلان. يعني أي واحد يجي يقول ربنا له يد مثلا، يقول لك يد الله فوق أيديهم، يبقى ربنا له يد، ويصمم ولكن بلا كيف، زي ما بيقولوا كده الوهابية والتيمية ومن سار على نهجهم من السلفية المعاصرين. فاهم؟ نقول له أنت كده بتكر على الشرع بالبطلان. لماذا؟ لأن الله قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فكيف تقول له يد واليد جارحة؟ فأثبتت له المثلية والجوارح، ولكن نفيت الكيفية، فأصبحت ممثلا، أصبحت مشبها غير ممثل. والله لابد أن لا تكيف ولا تمثل ولا تشبه، يعني واضح؟ يبقى لما يقول له يد يبقى خالف أولا اللغة، لأن اليد في اللغة تعمل بمعنى القوة والإحاطة والقدرة، وقد يقصد بها الجارحة. فأنت خالفت اللغة وخالفت الإجماع وخالفت المقاصد الشرعية من تنزيه الله عز وجل، ثم انبنى على ذلك مفسدة ولم تنبني عليه مصلحة، وهي أنك جسمت الله فلم تراعي الشروط الخمسة، أخليت بالشروط الخمسة. فهمت بقى المسألة؟ فلازم تراعي الشروط الخمسة. ده مدخل كده يسري من المداخل اليسرية في تأويل السلف الصالح. نقرأ بقى مدخل الربيعي بتاع الشيخ الدكتور محمد ربيعي. يقول لك إيه؟ درسنا في المعاهد الأزهرية ضمن المناهج الدراسية للسنة الأولى الثانوية في الستينات علم البيان. يعني بيقولوا لك ده أنتوا جهلة خالص، ده أنتوا مش، ده أنتوا ناسيين اللي درستوه في سنة أولى ثانوي. درسنا في المعاهد الأزهرية ضمن المناهج الدراسية للسنة الأولى الثانوية في الستينيات أو في الستينات علم البيان، أحد علوم البلاغة التي أسسها علماء المسلمين. هيكلموا من اللغة، شرط اللغة أنهم لم يراعوا اللغة، مش إحنا قايلين لابد يكون مراعيا للغة التهويل؟ يبقى هو مدخله من جهة اللغة. فهمت بقى إزاي؟ من أجل بيان أسرار بلاغة القرآن الكريم، وكان من أهم مباحث هذا العلم مبحث الحقيقة والمجاز، وكل منهما إما عقلي أو لغوي. والحقيقة العقلية هي إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر، والمراد بمعنى الفعل المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل والظرف والجر والمجرور. والمجاز العقلي هو إسناد الفعل أو معناه إلى غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر لعلاقة وقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصل. ده المجاز العقلي. يعني انا لما زي ما قلت لك اما يجي لي كلمه اقول الاسد، الاسد ليها معنى حقيقي وهو الحيوان المفترس، صح؟ يبقى عندك انت تصور لكلمه الاسد ان هو الحيوان المفترس. اما اجي اقول لك انا اسد في المعركه، اروح صارفها على طول من معناها الحقيقي، لان المعارك ما بيحضرش فيها اسود مفترس، ده بيحصل فيها جنود. فيبقى عندنا هنا يبقى سموه مجاز عقلي، عندي قرينة عقلية تصرفه. ايه هو القرينة العقلية اللي صرفت كلمة اسد عن معناه الحقيقي في جملة اسد في المعركة؟ ان العقل بيقول ان مفيش معركة بيحضر فيها اسود، اللي بيحضر في المعارك
في الغالب الأعم جنود فرسان، وأن الأسد يمتاز بالشجاعة، فأنا قصدت الأسد في المعركة أي جنود شجعان. كل ده حصل إزاي؟ يسموه مجاز عقلي، لأن في قرينة عقلية تصرف من ذهني. زي ما قلت لك في المثال الجمعة اللي فاتت، رأيت بحرا في المسجد، يبقى على طول عندي من يعني عندي ايه قرينة عقلية جاهزة في عقلي كده في لحظة في لمحة من البصر، افهم على طول ان البحر هنا مش بحر الحقيقة اللي احنا بنعوم فيه وبنصطاد منه سمك وبنلاقي فيه البواخر ماشي، مش هو ده البحر. لان بقول في المسجد، هو المسجد بيبقى فيه بحر، المسجد ارض الناس بتصلي، يبقى بحر هنا مقصود فيه عالم واسع العلم، عالم موسوعي. العالم الموسوعي يبقى عليه بحر. ليه؟ بقرينة في المسجد. قرينة في المسجد دي تولد منها قرينة عقلية يسموه مجاز عقلي. فهمت بقى؟ افهم الكلام. ولا هنقعد نشرح ونعيد ونزيد؟ فاسمع كلام الشيخ محمد ربيع. يقول لك المجاز العقلي هو إسناد الفعل أو معناه إلى غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر لعلاقة، وقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصل. فهمت المثال والكلام؟ مثل قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالآيات لا تزيد الإيمان، وإنما الذي يزيد هو الله تعالى بسبب الآيات، والعلاقة هنا هي السببية، والقرينة استحالة وقوع الفعل في الآيات. يعني الآيات ليست فاعلة بذاتها، ده كلام، الآيات دي كلام، والكلام ما يفعلش بذاته، اللي بيفعل بذاته هو الله. يبقى الآيات هنا زادتهم إيمانا، يعني الله كان سببا في زيادة إيه؟ كان هو الذي يزيد الإيمان بسبب الآيات. فالعلاقة السببية يسموها العلاقة السببية. واضح؟ نعم. وعلاقات المجاز العقلي كثيرة غير السببية، منها الزمنية، مثل زيد نهاره صائم والمراد صائم في نهاره، ومنها المكانية، مثل تجري من تحتها الأنهار والنهر لا يجري لأنه الفراغ بين الشاطئين، وإنما الذي يجري الماء في النهر. يبقى العلاقة المكانية، ما نقول النهر يجري يعني الماء في النهر يجري. طب وليه قلنا النهر يجري بعلاقة المكان؟ لأنه مكان جريان الماء، علاقة مكانية. واضح؟ ومنها الفاعلية، مثل فهو في عيشة راضية، أسند الرضا للمعيشة وهي في الحقيقة لصاحبها، فهي عيشة مرضية، قال عليها راضية، فحين أن هي عيشة مرضية مش راضية، لأن الرضا ده صفة المخلوق الخالق، المخلوق يعني هو الإنسان، يبقى راضي أو غير راضي، لكن المعيشة نفسها تبقى لصاحبها. ومثل خلق من ماء دافق، أسند الدفق إلى الماء وهو مدفوق لا دافق، ده الفاعلية. ومنها المفعولية، بأن يسند الفعل المبني للمجهول إلى الفعل، كقولهم سيل مفعم، فقد أسندوا الاسم المفعول وهو مفعم إلى الفاعل، وحقه أن يسند إلى المفعول وهو الإناء، مثلا يقال أفعم الإناء يعني ملأه. والحقيقة اللغوية هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب، دي معناها الحقيقة، الحقيقة هي الكلمة فيما وضعت له، حمل الكلمة فيما وضعت له. جبل معروف الجبل، هو كتلة من الأرض مرتفعة معروف، دي يبقى كلمة جبل وضعت إزاء هذه الكتلة الصخرية الكبيرة. سماء أطلقت ويراد بها السماء التي تغطي الأرض، خلاص عرفنا السماء. يبقى كل لفظ وضع حقيقة لمعنى، دي اسمها الحقيقة، لكن قد يحمل لمعنى آخر مجازي للقرائن بقى، قد تكون القرائن لغوية وقد تكون القرائن عقلية وقد تكون القرائن مذكورة قبل كده ذكرية وهكذا. والمجاز اللغوي هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب لعلاقة وقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. فقد تكون هذه القرائن المانعة قلت لك قرينة عقلية، زي ما قلت رأيت بحرا في المسجد، العقل يقول لك ممنوع. فاهم؟ وهذه العلاقة اللي هي العلاقة، خد بالك ان انا المجاز بصرف اللفظ عن حقيقته الى المجاز، لعلاقة قد تكون هذه العلاقة علاقة يعني تبقى انواعها ايه؟ علاقة مشابهة. وهذه العلاقة ان كانت غير المشابهة فهو المجاز المرسل.
ما فيش تشابه يعني. وإن كانت المشابهة فهو الاستعارة. أدي الفرق بين المجاز المرسل والاستعارة. إن العلاقة عند تأويل المعنى من الحقيقة إلى المجاز علاقة غير مشابهة. وهندي لك مثال للمجاز المرسل. وإذا كانت العلاقة فيها وجه الشبه يسموها استعارة. فكل منهما مجاز بالمعنى العام. والمجاز المرسل له علاقات كثيرة منها الكلية. مثل يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت. فالمراد بالأصابع الأنامل. يعني أنت بتحط صباعك كله في ودنك ولا الأنملة بس؟ يبقى هنا إيه؟ الأنملة جزء من كل. فالعلاقة هنا علاقة الكلية، أن الأنملة جزء من كل اللي هو الأصابع والأيادي. الجزئية مثل فتحرير رقبة مؤمنة. فالمراد بالرقبة العبد كله ولا بتحرر رقبته بس؟ يبقى هنا العلاقة هنا ايه؟ الجزئية، ان الرقبة جزء منه لكن رمز لكل العبد. زي ما اقول انا صليت سجدة لله يعني ركعة كاملة، قيام وركوع وسجدتين وسلم، اقول لك اوتر بركعة. يعني معناه ايه؟ معناه ان الركعة دي جزء من ايه؟ من العبادة، جزء من العبادة، لكن اطلق الجزء واراد به العبادة كلها. اللي هي القيام والركوع والرفع من الركوع والسجدتين والجلوس وقراءة التشهد والتسليم، كله بنسميه ركعة، والركعة ده جزء منه. فهمت بقى؟ فالعلاقة هنا الجزئية. والحالية مثل إن الأبرار لفي نعيم. فالمراد بالنعيم الجنة، والنعيم حال فيها. والمحلية مثل وما تخفي صدورهم أكبر، أي قلوبهم، والصدور محل للقلوب. هي ما تخفي صدورهم يعني قلوبهم. طب وإيه اللي سماها الصدور؟ لأن القلب يحل في الصدر، فالعلاقة محلية. اعتبار ما كان مثل وآتوا اليتامى أموالهم، أي من بلغ الرشد ممن كان يتيما. اعتبار ما كان وآتوا اليتامى أموالهم، حدوا لهم وهم يتامى ولا ادوا لهم لما يبلغوا الرشد؟ فأنا وصفتهم باليتامى باعتبار ما كانوا، لكن بعد الحلم ما يبقاش اسمه يتيم. فهم؟ يبقى باعتبار ما كان، يعني باعتبار الماضي. فهم؟ واعتبار ما سيكون، زي قوله إني أراني أعصر خمرا، يعني عنب، وعنب هيخمروا يبقى خمر، باعتبار إيه؟ المستقبل، باعتبار ما سيكون. والسببية مثل وجزاء سيئة سيئة مثلها، والمراد القصاص، والسيئة سببه. أي وجزاء فعلة قبيحة عقوبة مثلها في القبح. والمسببية مثل وينزل لكم من السماء رزقا، أي مطرا، والرزق مسبب عنه. وهناك علاقات كثيرة أخرى تلاقيها في كتب البيان ده. أما القسم الثاني من المجاز اللغوي وهو الاستعارة، يبقى اللي فات ده كله مجاز مرسل، علاقاته مش الشبه، إما علاقة مكانية أو جزئية أو كلية أو ما سيكون أو ما وهكذا. زي ما نقول الغائط، الغائط أصلا هو الأرض المطمئنة، نقول عليها الغيط إحنا في مصر، لكن لأن الناس كانت تذهب لقضاء حاجتها في المكان المطمئن من الأرض، فأطلق الغائط على البرية، على ما يخرج من الإنسان اللي هو ما يخرج من دبره. فسموا الخارج باسم المحل اللي بيقع فيه، فسموا اطلقوا على الايه؟ البراز الغائط. ليه؟ لانه بيحل في الغائط، في الغيط، في الارض المطمئنه. فاهم؟ العلاقه ايه؟ مكانيه باعتبار الحال فيه. واضح؟ فالاعتبارات دي كلها يسموها ايه؟ مجاز مرسل. طالما ما بتكونش في الحكايه العلاقه بينهم علاقه تشابه، يسموها مجاز مرسل. نيجي بقى للعلاقه اللي فيها تشابه بيسموه استعاره. وأما القسم الثاني من المجاز اللغوي وهو الاستعارة، فقد عرفوها بأنها الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة المشابهة بين المعنيين، وقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، مع وجود برضو قرينة مانعة. فهي في الأصل تشبيه حذف أحد ركنيه، فإن حذفنا المشبه وصرحنا بالمشبه به، طالما صرحنا بالمشبه به يسموها استعارة تصريحية، لأن صرحنا بالمشبه به. كويس؟ مثل قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور.
هنا صرحنا بالمشبه به اللي هي الظلمات وما قلناش الكفر. الكفر ظلمات، فانا حذفت الكفر وصرحت بالمشبه به بس اللي هي الظلمات، يبقى دي اسمها استعاره ايه؟ تصريحيه. واضح؟ حذفت المشبه وصرحت بالمشبه به. والنور اللي هو الايمان، الايمان نور، العلم نور، فقال من الظلمات الى النور، يعني من الكفر الى الايمان. فهمت بقى؟ فقد شبه الضلال بالظلام في عدم الاهتداء، وشبه الهدى بالنور لأن كل منهما يوصل صاحبه إلى بغيته، ثم حذف الضلال واستعير له الظلام، وحذف الهدى واستعير له النور، فهي استعارة إيه؟ تصريحية، لأنه حذف المشبه وصرح بالمشبه به. وأما إذا حذف المشبه ورمز له باللي فوق اتحذف خالص، لكن أحيانا يحذفه لكن ايه يرمز له برمز او يكني عنه بشيء من لوازمه، فهي الاستعارة المكنية لانه كن عنه بشيء من لوازمه. واضح؟ مثل قوله واذا المنية انشبت اظفارها الفيت كل تميمة تميمة لا تنفعه. شبه المنية بالسمع وحذفه، هنا بقى ايه شبه المني المشبه به، هنا ايه محذوف، لكن ذكرنا شيء من لوازمه. هو شبه المنية بالسبع بالحيوان المفترس، المنية اللي هي الموت شبهها بالحيوان المفترس، لوازم الحيوان المفترس ايه؟ الاظفار والمخالب. فاهم؟ واذا المنية انشبت اظفارها، شبه المنية بالسبع وحذفه ورمز له بشيء من لوازمه وهو الاظفار، فيسموها ايه؟ استعارة مكنية. ومثل قوله وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. شبه العناية بإنسان وحذفه وكن عنه بالعيون. وقد ألحق البلاغيون بالمجاز ما سموه مجاز الحذف والزيادة، وهو الذي يحدث بسببه تغيير في الإعراب. ومثال الحذف قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، فقد حذف لفظ أهل فتغير إعراب القرية، فصارت القرية منصوبة بعد أن كانت مجرورة، لأنه كان حقه يقول واسأل أهل القرية، فكان حتى ما مضافة إليه مجرورة، لا ده لما حذف أهل القرية اتنصبت، يبقى إيه حصل تغير في الإعراب بسبب الحذف. فقد حذف أهل لفظ أهل فتغير إعراب القرية فصارت منصوبة بعد أن كانت مجرورة، فقد استعمل النصب في غير موضعه، لأن النصب في القرية كان من حق المضاف، فهو من هذه الجهة يشبه استعمال الكلمة في غير موضعه له، فساغ أن يسموه مجازا أو ملحقا به، يعني ملحقا بالمجاز. ومثل الزيادة قوله تعالى ليس كمثله شيء، الكاف هنا زائد، هو ممكن المعنى يتقال ليس مثله شيء، مشكلة برضه، لكن ده ازود بالكاف كمان كمثله، فالكاف هنا زائدة لأن نظم الكلام ليس مثله شيء، وزيادة الكاف غيرت الحكم الإعرابي لكلمة مثل ليس، أما نقول ليس نقول ليس مثله شيء، ليس مثله شيء كده برضه، لكن لما دخلنا الكاف كاف التشبيه حرف من حروف الجر تبقى كمثله الجر على طول. وزيادة الكاف غيرت الحكم الإعرابي لكلمة مثل، فبعد أن كانت منصوبة خبرا لليس ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، فبعد أن كانت منصوبة خبرا لليس صارت مجرورة بالكاف، فهي من باب المجاز بالزيادة الملحق بالمجاز عموما. هذه أهم القواعد التي درسناها ونحن صغار مما سجله علماء البلاغة في مبحث الحقيقة والمجاز، يعني بيفكرك بالمعلومات البسيطة لطالب الإعدادي والثانوي اللي هو المفروض قبل ما يدخل القرآن ويبتدي يتكلم فيه يكون مر بيها، يعني يكون عارف اللغة، مش يبقى ما يعرفش اللغة وبعدين يجي إيه يشتري له جلابية بيضاء وهو بيعمل عمرة، واخد بالك جلابية دفة وأصيل بقى وحاجة جميل، ويجيب له قطرة سعودي وبعدين يربي دقنه ما شاء الله كده، وبعدين يبتدي يقرأ كم كتاب من الكتب المسمومة اللي بيوزعوها على المعتبرين وهو لسه ما يعرفش حاجه، ولا ان ولا اخواتها ولا خالاتها ولا عمتها ولا يعرف ما يعرفش اي حاجه في اللغه، لكن ما شاء الله وجيه كده دهنه طويله وحلوه وجميل والجلابيه بيضة ناصعه وجاب سواد كمان معاه ما نسيش، وبقى منظره يوهم بانه ايه من العلماء،
وابتدى بقى يتكلم. دي المصيبة، هي دي المصيبة، هيتكلم يقول ايه بس؟ ثم درسنا العلوم الإسلامية والعربية التي نشأت لخدمة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدنا علماءنا الأكابر رحمهم الله وجزاهم خيرا يسيرون على هذه القواعد البلاغية، فها هم علماء التفسير على اختلاف اتجاهاتهم يستخدمونها في بيان أسرار بلاغة القرآن الكريم، وها هم شراح الحديث النبوي خلال القرون المتعاقبة يستعملونها في بيان معاني أحاديث من أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا صلى الله عليه وسلم، وها هم علماء التوحيد عندما يعرضون لصفات الله تعالى التي يوهم ظاهرها مشابهة الله تعالى لخلقه في ذاته أو صفاته أو أفعاله، يقولون إن في المسألة مذهبين، مذهب السلف هو إمرارها كما جاء وتفويض معناها إلى الله تعالى، ومذهب الخلف هو تأويلها بما يتفق مع تنزيه الله عن الجسمية وتوابعها ومع قواعد اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. فالمذهبان متفقان على أن ظاهر اللفظ المادي غير مراد، وهذا ما يعرف بالتأويل الإجمالي، والخلاف بينهما في التأويل التفصيلي وهو تعيين المراد. هكذا صارت الأمور معي أو سرت معها إلى بداية السبعينيات من القرن الماضي، دارس الحاجات دي هو وماشي الدكتور محمد ربيع في الأزهر لحد ما إيه من شغل بعد كده وتخرج وبقى معيد في الكلية واشتغل، فوجئ بأن ناس قاعدة بتقول كلام غير القواعد اللي تربى مخه عليها. وأثناء اشتغالي بالدراسات العليا اشتريت فيما اشتريت كتاب الإيمان للإمام ابن تيمية، فلما اطلعت عليه عجبت كل العجب لإنكاري تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وأن هذا لم يعرف عند السلف. ابن تيمية ادعى هذا، إن مفيش حاجة عند السلف مجاز، كل حاجة عند السلف كانت حقيقة، حاجة غريبة. وقال إن مفيش مجاز في القرآن ولا في السنة، قال كده في كتابه كتاب الإيمان اللي هو